اوكي تمام استاذ. اوكي وصلنا الى الرايبونيوكليك اسيد الار ان اي. ما هو الرايبونيوكليك اسيد؟ هو عباره عن بوليمر غير متفرع طويل يتكون من نيكليوتيدات مرتبطه مع بعضها البعض بواسطه اواصر اللي هي 3 الى 5 3 برايم الى 5 برايم فوسفودايستر. اذا ار ان اي از ا لونج اند برانش بوليمر كونسيستينج اوف نيكليوتيدز joined by 3 prime to 5 prime phosphodiester bond. RNA strands consist of from 73 to many thousand of nucleotides. سلاسل ال RNA مؤلفة من طبعا نيكليوتيدات بعدد 73 إلى عدة آلاف من النيكليوتيدات. أيضا تتواجد ال RNA جزيئات ال RNA تتواجد في كل أجزاء الخلية بالنواة، بالسيتوبلازم، بالميتوكوندريا بشكل أساسي ورئيسي في السيتوبلازم. RNA is found throughout cells in the nucleus, in the cytoplasm, and in the mitochondria. Differences in RNA and DNA primary structures. الفروقات أو الاختلافات ما بين الـ DNA والـ RNA اللي موجودة من خلال التركيب الأولي البدائي الابتدائي. In RNA, the sugar is ribose instead of deoxyribose. إحنا أخذنا الـ DNA وعرفنا إنه السكر اللي موجود بالـ DNA هو عبارة عن deoxyribose. الـ RNA السكر هو عبارة عن ribose. اللي هو بيتا دي رايبوز. In RNA أيضا the base uracil is used instead of thiamine. أيضا القاعدة النيتروجينية اللي موجودة بالRNA هي يوراسيل بدلا عن القاعدة الثيامين. طبعا التركيب سبق وأن أخذناه تركيب كل من الرايبوز والديكسي رايبوز طبعا بيتا دي رايبوز وبيتا دي ديكسي رايبوز واليوراسيل القاعدة النيتروجين اليوراسيل والثيامين سبق وأن أخذناها. الاختلاف ما بين الثيامين واليوراسيل هو وجود مجموعة CH3 عند الموقع خمسة. هذا الموقع خمسة ذرة كربون تحمل رقم خمسة يوجد مجموعة مثيل اختلافها عن اليوراسيل بالنسبة للتركيب. بالنسبة للسكر ديوكسي رايبوز يفرق عن الرايبوز. الرايبوز يحتوي على مجموعة OH هنا عند الموقع 2 في حين أنه الديوكسي رايبوز لا يحتوي على OH وإنما يحتوي على ذرة هيدروجين عند ذرة الكربون رقم 2 2 برايم يسموها 2 يعني رقم 2. هاي البرايم يميزوه مجرد للتمييز ما بين الترقيم بالنسبة للقواعد النيتروجينية عن الترقيم لل طبعا للسكر للسكريات في حين ان مجموعه الفوسفات هي نفسها موجوده بالدي ان اي والار ان اي. اذا الاختلافات بالتركيب الابتدائي هو اللي ذكرت لكم اياها لوجود السكر الرايبوز بدلا من الديوكسي رايبوز وبالنسبه للقاعده النيتروجينيه وجود اليوراسيل بدلا عن الثيامين. الفوسفات موجوده بالدي ان اي والار ان اي هي نفسها. طبعا الدي ان اي يوجد بشكل حلزون مزدوج والار ان اي بشكل سلسله مفرده بس طبعا ما ذكرتها اختلافات يعني هي من ضمن التركيب الثانوي. Secondary structure of RNA. Most RNA molecules are single-stranded, although many contain regions of double helical structure where they form lobes. التركيب الثانوي لل RNA. طبعا جزيئات الار ان اي في معظمها تكون ذات سلسله منفرده بالرغم ان كثير من اجزائها تكون يعني من ضمن اجزائها ضمن السلسله المنفرده تكون هنالك بعض الاجزاء تكون ذات تركيب حلزوني مزدوج وايضا تكون حلقات. يعني هنا مثلا تكون هنا هاي الحلقات لوبس لا تحتوي على اواصر مزدوجه وهنا تترتب السلسله بحيث يعني أجزاء منها تكون أحدهما مقابلة للأخرى وتتكون أواصر هيدروجينية.
بواقع آثرتين هيدروجينيتين بين اليوراسيل والأدينين وثلاثة أواصر هيدروجينية ما بين السيتوسين والجوانين. طبعا اللوبس ما تحتوي على أواصر هيدروجينية، الحلقات اللوبس يعني معناها. أنواع الـ RNA، kinds of RNA. There are three kinds of RNA: messenger, ribosomal, and transfer. Messenger RNA اللي يختصروا بالـ mRNA، وribosomal RNA اللي يختصروا بسمول rRNA، وترانسفير RNA اللي هو tRNA. ثلاث أنواع أساسية للـ RNA: المسنجر، ribosomal، الترانسفير. نأتي إلى المسنجر. مسنجر RNA طبعا هذا وظيفته يكون ناقل، كارير، ناقل للمعلومات الوراثيه، ناقل المعلومات الجينيه من الدي ان اي اللي موجود في نواه الخليه الى موقع بناء البروتين في السيتوبلازم. اذا functions as a carrier of genetic information from the DNA in the cell nucleus to the set of protein synthase in the cytoplasm. The bases of mRNA، القواعد النيتروجينية اللي موجودة بالـ mRNA، بالـ mRNA تكون مكملة لتسلسل أحد سلاسل DNA، is a complementary sequence of the base sequence of one of the strand of the DNA. يعني تكمل أحد تسلسلات القواعد النيتروجينية اللي موجودة في أحد سلاسل DNA. أيضا عندنا المسنجر RNA تكون ذات عمر قصير نسبيا، عادة أقل من ساعة واحدة، وهي تستخدم أو تبنى حسب حاجة الخلية، ثم تتحطم بسرعة إلى مكوناتها من النكليوتيدات بعد إكمال وظيفتها. إذن messenger RNA has a short lifetime, usually less than 1 hour. It is synthesized as it is needed. They are rapidly degraded to the constituent nucleotides. النوع الثاني من الـ RNA هو الريبوسومال RNA. ريبوسومال RNA the main component of ribosomes that are the set of protein synthase. هو المكون الرئيسي للريبوسومات التي هي تعتبر مراكز بناء البروتين في الخلية، واللي تكون موجودة طبعا ضمن السيتوبلازم الخلية. Small rRNA account for 80 to 85% of the total RNA of the cell. كمية الـ RNA هي تعادل تقريبا من 80 إلى 85% من كمية الـ RNA الكلية الموجودة ضمن الخلية. أيضا Small rRNA accounts for 65% of ribosomes structure. ايضا لو نجي نحلل الريبوسوم نجد ان تركيبها يتالف من 65% تقريبا من السمول rRNA، ريبوسومال RNA، والكميه المتبقيه اللي هي 35% هي عباره عن بروتين. The remaining 35% is protein. Transfer RNA، tRNA. طبعاً هذا شلون يقوم بنقل، يعني توصيل، مهمته توصيل فقط. يوصل الأحماض الأمينية إلى مركز بناء البروتين في الخلية في الريبوسومات طبعاً. إذن هو يسلم الأحماض الأمينية، delivery. إذن transfer RNA، tRNA delivers individual amino acids to the set of protein synthase. tRNA is specific to one type of amino acid. Cells contain at least one specific type of tRNA for each of the 20 common amino acids. إذن يقوم بتسليم الأحماض الأمينية الخاصة طبعاً إلى مراكز بناء البروتين في الخلية، طبعاً إلى السيتوبلازم، إلى السيتوبلازم طبعاً، إلى الريبوسومات.
ايضا يختص بنقل احد الاحماض الامينيه. يعني عندنا عده انواع من التي ار ان اي طبعا تختص بنقل حامض اميني واحد على الاقل، في حين انه لا يوجد مثلا حامض اميني، حيث ان الاحماض طبعا التي ار ان اي تحتوي على الاقل على تي ار ان اي واحد يختص بنقل احد الاحماض الامينيه العشرون. إذن ايضا صفه اخرى للتي ار ان اي انه the smallest of the nucleic acids with 73 to 93 nucleotides per chain. ايضا عدد النيكليوتيدات فيه يتراوح ما بين 73 الى 93 من النيكليوتيدات لكل سلسله واحده من التي ار ان اي. التي ار ان اي has regions of hydrogen bonding between complementary base pairs. ايضا التي ار ان اي يحتوي على ازياء. يا بقسم بالله مو حرص شو جي واضح الو والله مو حار حسين مسعب النابل من الجوحر هو طلاب صوت واضح حسين جدتها قلت انت سجسمك طلاب اي الحرور في ار ان اي طبعا قلنا اصغر الاحماض النوويه بعدد يتراوح من 73 الى 93 نيكليوتيدات لكل سلسله. ايضا التي ار ان اي يحتوي على اجزاء من ضمن تركيبه بها اواصر هيدروجينيه ما بين الازواج القاعديه، طبعا تكون مكمله لبعضها البعض ومفعوله بالحلقات. وضمن الحلقات لا توجد هنالك اواصر هيدروجينيه. التي ار ان اي then has regions of hydrogen bonding between complementary base pair separated by lobes where there's no hydrogen bonding. يعني الهيدروجين bonding لا توجد ضمن اللوبس. Two regions of tRNA have important functions. هناك منطقتين أو جزئين مهمين ضمن tRNA مهمين لوظيفة طبعا tRNA. الجزء الأول هو الأنتيكودون. منطقة الأنتيكودون هي عبارة عن تسلسل لثلاث قواعد نيتروجينية. الأنتيكودون is a three-base sequence that allows tRNA to bind to mRNA. تسلسل ثلاث قواعد نيتروجينية تسمى بالأنتيكودون تسمح للتي ار ان اي بالارتباط بالماسنجر ار ان اي. الماسنجر ار ان اي طبعا يحتوي على ايضا كودونات. بالنسبه للتي ار ان اي يحتوي على الأنتيكودون والارتباط يتم من خلالهم. طبعا الارتباط يتم اثناء بناء البروتين during protein synthesis. It is complementary to one of the codons in the messenger RNA. يعني التي ار ان اي الانتيكودون يكون مكمل للكودون اللي موجود على على الماسنجر ار ان اي. طبعا المنطقه الثانيه المهمه ضمن التي ار ان اي هي منطقه الفري برايم، النهايه الطرفيه اللي هي الثلاثه. طبعا هذه النهايه ترتبط مع الحامض الاميني، فحال ارتباطها مع الحامض الاميني طبعا الارتباط يكون مع الحامض الاميني برابطه استر رابطه استريه. تقوم هذه اللي طبعا بنقل then the three prime end of the molecule bind to the amino acid with an ester bond and transport it to the set of a protein synthesis. وتقوم بنقله نقل الحامض الاميني الى موقع بناء البروتين اللي هو ذكرنا بالرايبوسوم. An enzyme matches the tRNA molecule to the correct amino acid, activating it for protein synthesis. ايضا عندنا يوجد هنالك انزيم متخصص يقوم بربط tRNA طبعا بالحامض الاميني الصحيح، ويقوم ايضا بتنشيط حال الارتباط الحامض الاميني بالتي ار ان اي. يعتبر التي ار ان اي منشط لغرض بناء البروتين. لا
لاحظون طلاب هذا هو ال tRNA transferred RNA. هنا عندنا النهاية اللي هي الخمسة برايم، هاي النهاية اللي هي ثلاثة برايم، ثلاثة هاي النهاية تكون ترتبط مع، لاحظها هنا عند البقعة ثلاثة من السكر الرايبوزي اللي هو طبعا الرايبوز، يرتبط مع برابط إستر مع منه، مع الحامض الأميني، مع الحامض الأميني. إذن بالموقع ثلاثة، ثلاثة برايم إند أوف تي آر إن إي اللي هي هاي. هنا هاي الـ OH راح تتحول إلى إستر وترتبط مع الحامض الأميني، يعتبر تي آر إن إي منشط، اكتيفيتد تي آر إن إي. هذا هو الشكل التي آر إن إي بهالصورة، هذا يحتوي على لوب، منطقة اللوب ومنطقة الأنتي كودون. الأهم شيء الأنتي كودون اللي هي عبارة عن سلسلة ثلاث قواعد هيدروجينية واللي يكون مقابلة للكودونات اللي موجودة على الماسنجر آر إن إي، في حين إنه الثلاثة برايم ترتبط مع الأمينو أسيد، وكل تي آر إن إي يرتبط بأمينو أسيد خاص به. طبعا هنالك أحماض أمينية لها أكثر من تي آر إن إي، سنأتي لذكرها لاحقا. تلاحظون طلاب هذا التيبل، هذا الجدول يضم الأنواع المختلفة من الـ RNA، جزيئات الـ RNA الموجودة بالـ Escherichia coli، في بكتيريا الـ Escherichia coli اللي هي E. coli. الجلاس عندنا ثلاث أصناف قلنا، ribosomal RNA اللي هو small rRNA، transfer RNA، وكذلك messenger RNA. النسبة المئوية لكل منها بالبكتيريا ضمن الـ Escherichia coli 80% من الرايبوسومال، 15% من الترانسفير، 5% من الماسنجر. يعني 80% من تركيب الار ان اي هو عباره عن ايش؟ عباره عن رايبوسومال، و 15% من تركيب الار ان اي يمثله تي ار ان اي الترانسفير، و 5% فقط للماسنجر ار ان اي. اعداد طبعا الوحدات، الانواع الوحدات الفرعيه من كل منها الرايبوسومال، هنالك ثلاث انواع من الرايبوسومال. طبعا عدد النكليوتيدات لهذه الانواع الثلاثه، النوع الاول من 120 ياخذ 120 نكليوتيدات، والنوع الثاني 1700 نكليوتيد، والنوع الاخير من الثلاثه ياخذ 3700 نكليوتيد. في حين انه طبعا التي ار ان اي هنالك 46 نوع من التي ار ان اي، واعداد النكليوتيدات فيها تتراوح من 73 الى 93 نكليوتيدات. في حين انه الماسنجر ار ان اي هنالك الكثير من الانواع من الماسنجر ار ان اي اللي تكون مسؤوله طبعا عن نقل الشفره عن نقل المعلومات الوراثيه من الدي ان اي، فتكون باعداد كبيره حسب نوع البروتين والإنزيم أو الهرمون الذي يتم بناؤه. طبعاً الإنزيمات الموجودة بالبكتيريا أيضاً. عندنا عدد النكليوتيدات لهذه طبعاً يتراوح من 75 من 75 إلى 3000 إلى 3000 نكليوتيد. The flow of genetic information، سريان المعلومات الوراثية. The genetic information contained in the DNA is transferred to RNA molecules and then expressed in the structure of synthesized protein. المعلومات الوراثية تكون موجودة على الـ DNA، يتم نقلها إلى جزيئات الـ RNA، ومن ثم يتم التعبير عنها في ترتيب البروتينات التي يتم بناءها في الخلية. Genes are segment of DNA that contain the information needed for the synthesis the synthesis of proteins. الجينات هي عبارة عن قطع من الـ DNA التي تحتوي على المعلومات الوراثية التي نحتاجها لبناء البروتينات. يعني الجين هو قطع من الـ DNA موجودة على الـ DNA، هي التي تحتوي على المعلومات الوراثية لإنتاج كل البروتينات طبعا.
بما فيها الانزيمات اللي هي عباره في معظمها تكون عباره عن بروتين. Each protein in the body corresponds to a DNA gene. كل بروتين في الجسم يوجد له جين خاص ضمن تركيب الدي ان اي يقوم بهو يعني هذا الجين يقوم يكون مسؤول عن تشفير هذا البروتين. نلاحظ هذا المخطط اللي هو امامكم. طبعا الدي ان اي يقوم بالمضاعف مضاعفه نفسه ضمن عمليه الايش؟ ضمن عمليه الريبليكيشن، اخذناها بالمحاضره السابقه. العمليه الثانيه اللي هي طبعا عمليه بناء الار ان اي نسميها ترانسكريبشن، عمليه الاستنساخ. يتكون عندنا طبعا يتكون الماسنجر ار ان اي، الانواع الاخرى من الار ان اي ضمن هذه العمليه. العمليه الاخيره عندنا عمليات عندنا ريبليكيشن ترانسكريبشن، العمليه الاخيره اللي هي ترانزليشن. ترانزليشن حتستخدم الار ان اي ماسنجر ار ان اي في انتاج البروتينات، في تكوين البروتينات. اذا ثلاث عمليات: ريبليكيشن، ترانسكريبشن، ترانزليشن. عندنا العمليات الثلاثه: الترانسكريبشن، العفو عمليتين ناخذ، يعني اخذنا ريبليكيشن بالمحاضره السابقه، ترانسكريبشن، ترانزليشن اند انفورميشن فلو. There are two steps in the flow of genetic information. هنالك خطوتين رئيسيتين طبعا لسريان المعلومات الوراثيه. الخطوه الاولى هي عمليه الاستنساخ ترانسكريبشن. طبعا في الخلايا الحقيقيه في النواه اليوكاريوتكس ال دي ان اي containing the stored information is in the nucleus of the cell and protein synthesis occur in the cytoplasm. The information stored in the DNA must be carried out of the nucleus by messenger RNA. في الخلايا الحقيقية في النواة فإن الـ DNA يكون محتويا على طبعا على المعلومات الوراثية اللي هي تكون داخل النواة ضمن الخلية. طبعا يتم بناء البروتينات في السيتوبلازم. ايضا عندنا هذه المعلومات المختزنه في الدي ان اي ستنفذ طبعا خارج النواه بواسطه الماسنجر ار ان اي. العمليه الثانيه اللي هي ترانزليشن، عمليه الترجمه. ماسنجر ار ان اي سيرف از ا تمبلت on which amino acid as assembled in the sequence necessary to produce the correct protein. The code carried by messenger RNA is translated into an amino acid sequence by tRNA. ايضا الترجمه messenger RNA يستخدم كقالب تبلت الذي من خلاله يتم تجميع طبعا الاحماض الامينيه ضمن تسلسل خاص بكل بروتين لتكوين البروتين طبعا الصحيح. الكود الشفره يتم حملها طبعا على الماسنجر يتم ترجمتها الى تسلسل للاحماض الامينيه. نعم. ايضا عندنا The communicative relationship between messenger RNA nucleotides and amino acids in the protein in a protein is called the genetic code. أيضا هنالك علاقة طبعا علاقة تواصل ما بين المسنجر RNA والأحماض الأمينية. تسمى هذه العلاقة بالشفرة الوراثية. The genetic code. طلاب هاي الخلية مثل ما تلاحظون تحتوي على الدي ان اي
الدي ان اي حيحدث له انويندينج ويتكون طبعا الماسنجر ار ان اي. طبعا احدى سلسلتي الدي ان اي تكون قالب تمبلت لتكوين الماسنجر ار ان اي. الماسنجر ار ان اي المتكون طبعا حينتقل يخرج خارج النواه بعد ما يحدث له عمليه طبعا قطع للانترونات ولصق سبلايسنج للاكسونات تكوين طبعا الجاب وتكوين التيل دين، فيخرج خارج الماتشور ماسنجر ار ان اي يخرج خارج النواه طبعا الى رايبوسومات، وهنالك يتم طبعا بناء البروتينات. طبعا هنا هذا الكودون مرتبط مع الانتي كودون، وهنا يتكون طبعا البولي بيبتايد اللي هو البروتين. عمليه الاستنساخ ترانسكريبشن ار ان اي سينتيز under the influence of the enzyme RNA polymerase the DNA hits and when at a point near the gene that is being transcripted the initiation sequence only طبعا one strand of the DNA is transcripted. طبعا تحت تاثير انزيم خاص هو انزيم الار ان اي بوليمريز، فان طبعا الحلزون المزدوج الدي ان اي سينفك عند نقطه قريبه من الجين، يعني مو نفس منطقه الجين لا، وانما نقطه قريبه من الجين. بالتالي من هذه النقطه يتم النسخ، يبدا النسخ اللي هو ضمن تسلسل خاص للبدء، مثلا ادينين ادينين ادينون، تسلسل خاص للبدء عند نقطة قريبة من الجين. بعدها يتم نسخ هذا الجين وتكوين سلسلة مفردة اللي هي من الماسنجر ار ان اي. طبعا سلسلة واحدة من الدي ان اي هي التي راح تستنسخ اللي تقع عليها الجين، يقع عليها الجين. بعدها النيكليوتيدات ضمن الار ان اي سترتبط على طول سلسلة الدي ان اي طبعا في تسلسل يتحدد من خلال الازدواج القاعدي مع الدي ان اي وقواعد الرايبونيكليوتيدات اللي هي الادينين يرتبط مع اليوراسيل، والادينين الموجود بالدي ان اي يرتبط مع اليوراسيل بأسرتين هيدروجينيتين ازدواج قاعدي، والجوانين والسيتوسين بثلاث اواصر هيدروجينيه. تمام؟ رايبونيكليوتيدات are linked along the DNA strand and the sequence determined by the base pairing of the DNA and ribonucleotide bases. Adenine bonded with the uracil. طبعا والجوانين يرتبط مع السيتوسين. جوانين bonded with سيتوسين. Messenger RNA synthesis. Messenger RNA synthesis occurs in the 3 prime to 5 prime direction. طبعا اتجاه البناء للماسنجر ار ان اي هو من 3 الى 5 على طول سلسله الدي ان اي التي يكون اتجاهها طبعا من 5 الى 3 برايم. يعني اتجاه سلسله الدي ان اي من 5 الى 3، في حين طبعا احدهما عكس الاخرى انتي بارالل يسموها. المهم اتجاه البناء من 3 الى 5 بالنسبه للماسنجر ار ان اي عكس السلسله التي يتم نسخها من الدي ان اي until the termination sequence is reached الى حد الوصول الى نقطه النهايه اللي يتم من خلالها طبعا استكمال نسخ الماسنجر ار ان اي. The newly synthesized messenger RNA strand moves away. سوف يتحرك بعيدا. هذا المسنجر ار ان اي الذي ينتج سيتحرك بعيدا من الدي ان اي، ويرجع الدي ان اي يلتف على بعضه البعض ويرجع يتكون عنده دبل هيليكس الحلزون المزدوج. Then the newly synthesized messenger RNA strand moves away from the DNA which rewinds into the double helix.
synthesis of tRNA and small rRNA, ribosomal RNA is similar to this. يعني بناء tRNA والribosomal RNA هو مشابه لبناء messenger RNA. لاحظوا طلاب هذا ال DNA هاي الجين جين مسؤول مثلا عن بناء بروتين معين. طبعا راح ينفك هذا يحدث بواسطة طبعا ال RNA polymerase انزيم ال RNA polymerase حينفك and when طبعا يبدأ بناء الماسنجر RNA. البناء يتم طبعا يكون بهذا الهيئة طبعا اتجاه البناء من 5 إلى 3 من 5 إلى 3 وال DNA 3 إلى 5 3 إلى 5 بالتالي بالأخير راح يرجع طبعا يرجع يزدوج الـ DNA على بعضه ريون وبالنسبة للماسنجر RNA راح ينطلق بعيدا عن الـ DNA يتحرك بعيدا ويخرج خارج النواة لغرض طبعا القيام بوظيفته لبناء البروتين طبعا انترونات انترونز اند طبعا انترونات والاكسونات انترونز اند اكسونز ان بروكاريوتكس في الخلايا البدائيه النواه بروكاريوتكس ايت جين از ا كونتينوس سيجمنت along a DNA molecule. إذن في الخلايا بداية النواة عندنا بالنسبة للإنترونات والإكسونات هي ما موجودة حيث أن كل جين يكون بشكل مستمر على طول جزيئة الـ DNA. يعني استنساخ هذا الجين ينتج ماسنجر RNA هو يذهب مباشرة لتكوين البروتينات immediately. Transcription of the gene produce messenger RNA that is translated طبعا into a protein almost immediately يذهب مباشرة للترجمة طبعا بسبب عدم وجود غشاء طبعا للنواة because there is no nuclear membrane separating the DNA from the cytoplasm يعني ما موجود الإنترونات والإكسونات بل الخلايا البدائية. بالخلايا الحقيقية يوكاريوتيف طبعا هنالك انترونات وهنالك اكسونات حيث ان الجين المسؤول عن تكوين بروتين معين يتم قطع يعني قطعه بسيجمنت بقطع لا تحمل اي شفرة وراثية. The gene segments of DNA that code for protein exons are interrupted by segments that do not carry any amino acid code introns. Both exon and intron segments are طبعا transcripted يتم نسخ كل من الاكسونات والانترونات ضمن الخلايا الحقيقية النواة وينتج لدينا تركيب يسمى بال hnRNA اللي هو الهيتيروجينوس نيوكليير ار ان اي هيتيروجينوس نيوكليير ار ان اي اللي هو طبعا الحامض النووي غير المتجانس. بعدها هنالك عمليات تتم على هذا الهيتيروجينوس عمليات طبعا قطع ولصق حيث تقطع الانترونات ويتم لصق الاكسونات. إذن both exon and intron segments are transcripted producing heterogeneous nuclear RNA اللي هو يرمز له بالرمز hnRNA وهنالك طبعا مجموعة من الانزيمات series of enzymes cut off the introns segments and supplies the exon segments together to produce messenger RNA الناضج طبعا الماتشور اللي يستخدم بالبناء. اذا هاي تلاحظون هذا اللي هو HN
اتش ان ار ان اي يحتوي على الاكسونات والانترونات. الاكسونات تحتوي طبعا هي التي تحمل الشفرات الوراثيه لتكوين البروتين، في حين ان الانترونات لا تحتوي على الشفرات الوراثيه، فيتم قطعها بواسطه مجموعه من الانزيمات سيريس اوف انزيمز. اوكي، يتم قطعها بعد ذلك سبلايسنج. ايضا الانزيمات نفسها، انزيمات اللصق تقوم بلصق الاكسونات فيما بينها، ويتكون عندنا الماسنجر الناضج الماتور بعد ما يضاف له طبعا بعض الجاب وكذلك التيل، بالتالي اي يصبح مهيئ هذا الماسنجر ار ان اي وناقل للمعلومات الوراثيه التي تستخدم في بناء البروتين. الجينيتيك كود، The genetic code uses a sequence of three bases, a triple code, to specify each amino acid. A triplet code gives, طبعا هاي أربعة أس ثلاثة، أربعة أس ثلاثة خطأ هنا، أربعة أس ثلاثة أو يساوي 64 possible combinations. طبعا موجوده بالمحاضره 4 اس 3 بالبي دي اف، بس هنا صار خطا مطبعي. إذن هنالك 64 احتمال لتكوين، إذن يستخدم الكود الجيني، يستخدم تسلسل من ثلاث قواعد نيتروجينيه لتحديد كل حامض امينو. طبعا بما انه عندنا اربع قواعد نيتروجينيه وعندنا كود ثلاثي، إذن 4 أس 3 ويساوي 64 possible combination، هنالك 64 احتمال لمزج هذه القواعد الأربعة، بالتالي هنالك 64 احتمال لتكوين، وتعتبر كافية هذه 64 احتمال لتكوين أو لتشفير بالحقيقة 20 حامض أمين. لاحقا العلماء طبعا اكتشفوا أنه هناك طبعا احماض امينيه يتم تشفيرها باكثر من كودون. هذا التسلسل من ثلاث قواعد نيتروجينيه يسمى بالكودون. Each test triplet sequence that represent a code word on messenger RNA molecules is called a codon. يسمى بالكودون. هذا الجدول اللي هو امامكم يوضح الاحماض الامينيه 20 امينو اسيد ومقابلها الكودونات التي تشفرها. عدد الكودونات ايضا لكل حامض اميني. طبعا من هذه الكودونات راح اطالبكم فقط بحفظ كودونات التوقف وكذلك الميثيونين. الميثيونين اللي هو البدء، والبرولين، وطبعا اربع احماض راح اطالبكم فيها، ثلاث احماض اضافه الى كودونات التوقف. نختار البرولين واللايسين، وكذلك الميثيونين. اللي هو البدء انشياشين. إذن هذا مطلوب، ميثيونين مطلوب، ايضا عندنا اللايسين مطلوب اللي هو كودونين فقط، كلها اي 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 جي، وهذا اي يو جي الميثيونين. وبالنسبه لل ايضا طالبكم بالبرولين كلها سيات، سي سي اي سي 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 جي سي سي يو، اربع كودونات للبرولين، وكودون كودونين طبعا لللايسين، كودون واحد للميثيونين اللي هو كودون البدء، وثلاث كودونات للتوقف ستوب سيجنال، اشاره التوقف اللي هي يو اي جي يو اي اي يو جي اي، بقيه الكودونات للاطلاع. طبعا هاي طريقه يتم خلالها حفظ
الأحماض الأمينية يعني رتبوها العلماء، هنا يوراسيل سيتوسيل أدينين جوانين، أيضا مقابلها محور أفقي محور حمودي، ونزلوا الأحماض الأمينية يعني. هنا أيضا مثلا هنا يوراسيل 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 هي مثلا على سبيل المثال فينال ألانين، وهكذا هاي كودونات التوقف اللي هي طبعا يوراسيل يوراسيل من هنا، هنا طبعا هذا الفيرست يوراسيل، هنا أدينين وراها أي، وراها مثلا هنا أي، إذا يوراسيل أي أي ويمثل توقف يو أي جي، أيضا توقف ويو يو جي أي توقف مثلا، هذا أيضا طلع من الطلاع هذا كامل يعني كاملا من الطلاع. خصائص الشفرة الوراثية characteristics of genetic code. The genetic code applies almost universally with minor exceptions. The same amino acid is represented by the same codon in all species. نلاحظ بأن أغلب الأحماض الأمينية طبعا العفو الشفرة الوراثية تكون طبعا يونيفرسال، تكون عامة مع استثناء مع وجود استثناءات قليلة لكافة الأنواع، يعني في جميع الأنواع تقريبا هي نفسها. الشفرة الوراثية مثلا على سبيل المثال للحامض الأمين الألانين اللي موجودة مثلا بالإنسان هي موجودة في كائنات أخرى ما عدا وجود بعض الاستثناءات البسيطة. Most amino acids are represented by more than one codon. معظم أو أغلب الأحماض الأمينية يتم تمثيلها بأكثر من كودون. هنالك أحماض أمينية مثلا الميثيونين والتريبتوفان فقط كودون واحد. Only methionine and tryptophan are represented by a single codon. عندنا اليوسين والسيرين والأمينين، طبعا هذول الثلاث أحماض أمينية يتم تمثيلها بست كودونات، سيرين أرجينين تحفظونه، يتم تمثيلها بست كودونات فقط، الرقم يحفظ الرقم فقط ست كودونات، في حين ان الميثيونين والتريبتوفان كودون واحد فقط لكل منهما، ولا يوجد طبعا هنالك كودون لاكثر من حامض امين، يعني ماكو كودون يشفر اكثر من حامض امين، فقط الأحماض الأمينية لها أكثر من كودون، يعني لها كودون واحد أو أكثر. أما الكودونات هي نفسها لا تشفر أكثر من حامض أمين. No codon codes for more than one amino acid. Only 61 of the 64 possible triplet present amino acid. فقط 61 مجموع ال 64 64 احتمال لل triplet amino acid طبعاً تمثل ال الأحماض الأمينية، يعني 61 مجموعة 61 فقط هي التي تمثل الأحماض الأمينية من من طبعا الشفرة الوراثية. The other three الثلاثة المتبقية تمثل إشارة النهاية، يعني are used as a single for gene termination اللي هي stop single إشارة التوقف. إذا 61 مجموعة 64 تمثل أحماض أمينية شفر أحماض أمينية، الثلاث المتبقية اللي هي سبق أن ذكرناها الـ UIG والـ UGA وكذلك الـ UIA تمثل إشارات للتوقف. لأي يجي كودون، طبعا عندنا الكودون اللي هو كودون البدء اللي which also codes for methionine يشفر الميثيونين اللي هو اي يو جي، اي يو جي كودون فانكشنز از طبعا ستارت سيمبل يعتبر كاشاره بدء، بس اونلي وين ولكن عندما يكون فقط في بدايه طبعا في بدايه الجين بدايه طبعا الماسنجر، بس اونلي وين ات اكرز ات ذا فيرست كودون ان ذا سيكونس اوف ماسنجر ار ان اي.
Translation and protein synthesis. الترجمة وبناء البروتين. هنالك طبعا ثلاثة خطوات أساسية لعملية الترجمة. والاستطالة elongation، والخطوة الأخيرة اللي هي termination النهاية. البدء initiation of polypeptide chain. of polypeptide chain. الخطوة الأولى هي البدء بتكوين سلسلة البولي بيبتايد. ملاحظ أن المسنجر ار ان اي is an agent with P site of the subunit. إذن الخطوة الأولى هي البدء بتكوين سلسلة البولي بيبتايد. يتم طبعاً ارتباط الجزء الصغير من الوحدة الصغيرة من الريبوسوم مع الماسنجر ار ان اي عن طريق كودون البدء من خلال الموقع اللي هو طبعاً بي سايت اللي موجود على الوحدة الريبوسومية الصغيرة. والله أغلق المايكات مالكم. tRNA brings a methionine in eukaryotes or informal methionine in prokaryotes. يعني tRNA يقوم بنقل المثيونين ضمن الخلايا الحقيقية النواة والانفورمايل ميثيونين ضمن الخلايا البدائية. يعني الارتباط يتم من خلال طبعا الميثيونين بالنسبه لحقيقيه النواه، وبالنسبه للبدائيه يتم الارتباط من خلال انفورمايل ميثيونين. هيرتبط طبعا الماسنجر ار ان اي مع الوحده الصغيره من الرايبوسوم عن طريق كودون البدء الذي يشفر طبعا الميثيونين مع بالنسبه للخلايا الحقيقيه، ويشفر الانفورمايل ميثيونين بالنسبه للخلايا البدائيه. النتيجه هي تكوين معقد the resulting complex binds to the large ribosome. طبعا النتيجه بعد ذلك سوف يرتبط الجزء الكبير من الريبوسوم، ويتكون لدينا معقد، وهذا المعقد يسمى بمعقد البدء. The resulting complex binds to the large ribosomal subunit to form a unit called the initiation complex. سيتكون المعقد بارتباط الوحدة الكبيرة من الريبوسوم، بالتالي حيتكون لدينا معقد البدء. طلاب، هذا هو الريبوسوم. هنالك وحدتين، وحده صغيره ووحده كبيره. اللي هي باللون الاحمر هي الوحده الكبيره اللارج سبيونت، واللون الازرق هي السمول سبيونت. الارتباط يتم اولا ما بين الوحده الصغيره والماسنجر ار ان اي من خلال كودون، طبعا من خلال كودون البدء الذي يشفر الميثيونين بالنسبه للخلايا الحقيقيه النواه، ويشفر الانفورمايل ميثيونين مع الخلايا البدائيه. يعني هو نفس الكودون بس يشفر حامض اميني او حامض او مشتق من الحامض الاميني بالنسبه للخلايا البدائيه. يتم الارتباط عند الموقع البي سايت. بي سايت طبعا الماسنجر ار ان اي هذا الخمسه براين الى ثلاثه براين، يعني يصير باتجاه بهالاتجاه هذا يصير. اوكي، الارتباط اذا يتم عن طريق البي سايت. اوكي، بعد ذلك ياتي طبعا التي ار ان اي يرتبط بالماسنجر من خلال الانتي كودون. الانتي كودون راح يقابله الكودون. هنا اي يو جي اللي شفر الميثيونين، هنالك انتي كودون لها اللي هي يو اي سي. يو اي سي اوكي. طبعا الارتباط راح يكون من خلال ارتباط الحامض الامين من خلال الثلاثه برايم. طبعا
طبعا اتجاه التي ار ان اي هو عكس اتجاه الماسنجر ار ان اي، هنا 5 الى 3 وهنا 3 الى 5، لاحظ عكس الاتجاه، انتي بارالل، انتي بارالل. وبعد ذلك راح تاتي الوحده الكبيره، والوحده الكبيره راح طبعا ترتبط بالوحده الصغيره، بالتالي اصبح المعقد جاهز لعمليه البناء. راح ترتبط، راح تجي تي ار ان اي ثانيه ترتبط بالموقع الاخر اللي هو الاي سايت طبعا، وبالتالي ينتقل الميثيونين الى الحامض الامين المحمول على الاي سايت، وهذا يصبح شاغر، بالتالي حيتحرر. وطبعا هذا بالنسبه للرايبوسوم راح يتحرك بمقدار كودون واحد باتجاه النهايه اللي هي 3 برايم، بالتالي حينتقل طبعا هذا الى الموقع بي، ويبقى الموقع اي شاغر مره اخرى ليشفر ايضا طبعا الحامض الامين الذي ياتي بعده. يعني حسب تسلسل الكودون الموجود على الماسنجر ار ان اي راح يجي التي ار ان اي يرتبط معها، يعني كودون مع انتي كودون، بالتالي حيتكون عندنا البروتين بتسلسل خاص اللي هو حسب البروتين الذي يتم انتاجه او تكوينه. الخطوه الثانيه هي elongation of the chain، خطوه الاستطاله. The next incoming tRNA with antikodon that is complementary to the messenger RNA codon bonds at the A سايت، ذكرناها اللي هي الاي سايت، هي عباره عن امينو ايسايل، امينو ايسايل اوف ذا ماسنجر ار ان اي. البيبتايد بوند، حتتكون بيبتايد بوند طبعا نتيجه لانتقال الحامض الاميني من الموقع طبعا بي الى الموقع اي، ثم بعد ذلك يزحف الرايبوسوم باتجاه 3 برايم، وطبعا اللي كانت بالاي راح تتحول الى البي، واللي كانت بالبي راح تتحرر اللي تصبح شاغره من الحامض الاميني. اذا البيبتايد بوند از فورمد بتوين الامينو اسيد سيجمنتس كاتلايزد باي بيبتايدال ترانسفريز، يعني تكوين الاصره البيبتيديه يتم بتحفيز من انزيم يسمى انزيم البيبتايدال ترانسفريز which releases the amino acid chain from the B site الذي طبعا سوف يحرر الحامض الاميني، هذا الانزيم يحرر الحامض الاميني الموجود عند الموقع B وحوله الى الموقع A، بعد ذلك يتحرك الرايبوسوم هكذا. The empty tRNA يصبح فارغ tRNA اللي كان موجود على ال T راح يتحرر release and the whole ribosome moves طبعا one codon along the messenger RNA towards the 3 prime end. هاي عملية تسمى بالtranslocation. Another tRNA attaches to the A site. طبعا هنالك حسب طبعا الكودون راح ياتي tRNA اخر ويرتبط بالموقع اللي هو A site، عملية الاستطالة تستمر. And the elongation process is repeated. راح تتكرر إلى أن نصل إلى طبعاً إلى كودون التوقف. الخطوة الثالثة. Termination of polypeptide synthase. نهاية تكون البوليبيبتايد. Elongation continues until the ribosome complex reaches a stop codon اللي هو الى ان يصل الى احد كودونات التوقف، راح تستمر الاستطاله الى حد الوصول الى احد كودونات التوقف اللي موجوده على طبعا الماسنجر ار ان اي اللي هي اما ان يكون يو اي اي يو اي جي يو جي اي، احد هذه الكودونات مباشره حيتوقف وينتهي تكوين البوليبيبتايد او البروتين. التيرمينيشن فاكتور protein bind to a stop codon
طبعا عامل سوف يرتبط طبعا عامل الانتهاء بكودون التوقف and separated the protein from the final tRNA. بعد ذلك سينفصل البروتين من tRNA النهائي طبعا الفاينل اللي اخر شيء اللي يحمل كودون التوقف ينفصل عنه طبعا بالتالي الرايبوسوم ايضا راح ينفصل ويستخدم ايضا الرايبوسوم في انتاج طبعا بروتينات او جزيئات بروتينيه اخرى. The ribosome can then synthesize another protein molecule. ايضا يستخدم الرايبوسوم في انتاج طبعا جزيئات بروتينيه اخرى بعد ذلك. اما في الماسنجر ار ان اي حيتحلل يتحلل الى نيوكليوتيدات وهذه النيوكليوتيدات سوف تستخدم مره اخرى في انتاج طبعا الار ان اي. لاحظوا طلاب هذا الماسنجر ار ان اي 5 الى 3 هنا الرايبوسوم وحدتين واحده صغيره وواحده كبيره يرتبطان معا طبعا بعد ذلك يتم بناء البروتين طبعا هنا secondary structure begins to form ياخذ البروتين بشكل الثانوي ثم بعد ذلك يتحرر ويتحرر ايضا الرايبوسوم وحدتي الرايبوسوم تتحرر تستخدم الرايبوسومات مره اخرى في تكوين البروتينات يعني يجي ماسنجر ار ان اي اخر يستخدم هذا الرايبوسوم في انتاج البروتين الخاص بالماسنجر ار ان اي. وصلنا الى الطفرات ميوتيشنز. الطفرات هي تمثل اي تغير طبعا اي التغيرات التي تنتج عندما يكون تسلسل القواعد غير صحيح على الدي ان اي يعني الدي ان اي اثناء عمليه التضاعف مثلا مثلا يحدث انه احد القواعد يكون موقعه غير صحيح بالتالي حيطلع الدي ان اي يعني يختلف هذا طبعا بنسبه قليله جدا بمعدل قاعده نيتروجينيه واحده لكل 10 مليار قاعده. Then the mutations are any changes resulting in an incorrect base sequence of on DNA. The base pairing mechanism provides a nearly perfect way of copying DNA. إذا ميكانيكية طبعا الاقتران طبعا زوج القاعدي تعمل على استنساخ دي ان اي مطابق للدي ان اي الاصلي بشكل كامل تقريبا وبمعدل خطا قاعده واحده لكل 10 مليار يتم استنساخها تكون قاعده واحده هي غير صحيحه. طبعا هذه القاعده الاختلاف سوف يقود الى تغير في تسلسل الحامض الاميني. اذا كان طبعا ضمن جين معين في تسلسل حامض اميني ضمن البروتين او ان البروتين لم يصنع اساسا. Then the base pairing mechanism provides a nearly perfect way on copying DNA. On average, one out of every 10 bases are copied incorrectly. This leads a change in amino acid sequence in a protein, or causes the protein not be made at all. The mutations occur naturally during replication. They can also be induced by environmental factors. إذا الطفرات ربما تكون طبعا ربما تحدث طبيعيا أثناء التضاعف أو تحدث بسبب وجود العوامل البيئية الخارجية. من هذه العوامل طبعا اثناء تضاعف من هذه العوامل الخارجيه الاشعاعات المؤينه ionizing radiation اللي هي تضم الاشعه الخطره اللي هي الاكس راي وكذلك طبعا الاكس راي اشعه اكس واليو في والجاما راي واشعه جاما والاشعه الفوق البنفسجيه اللي هي اليو في.
إذن هي الأشعة تؤدي إلى حدوث طفرات. أيضا عندنا المواد الكيميائية أيضا ممكن أن تتسبب بحدوث الطفرات اللي تسمى بالميوتاجين، أيضا تكون بشكل تكون chemical agents. chemical agents ممكن أن تكون طبعا الطفرات ربما تكون مفيدة لبعض الكائنات الحية من حيث أنها تجعلها قادرة على أكثر قدرة على البقاء ضمن البيئة القاسية. The mutations may be beneficial to the organism by making it more capable of surviving it in its environment. أيضا هناك طفرات صامتة، إذا تذكرون نحن ذكرنا أن الـ DNA يحتوي على مناطق لا تشفر أي حامض أميني، فإذا كانت الطفرات ضمن هذه المناطق تعتبر صامتة الطفرات ولا يوجد تأثير لها. Since much of the organism's DNA does not code for anything, a mutation in these regions are neutral. تعتبر صامتة أو متعادلة. أيضا هنالك طفرات طبعا تكون مؤذية وتسبب أمراض وراثية. Other mutations في الطفرات الأخرى can be harmful producing genetic diseases. مثلا على سبيل المثال لما أخذنا بالبروتينات أخذنا سكيلسن أنيميا اللي هو فقر الدم المنجلي، وذكرنا أنه أحد الأحماض الأمينية في الموقع 6 في سلسلتين طبعا البيتا الموجودة بالهيموغلوبين راح يستبدل الحامض الأميني الجلوتاميت بحامض أميني آخر هو الفالين، بالتالي حيحدث السكيل أمينيا لفقر الدم المنجلي. أوكي، بس مجرد حامض أميني واحد تغير في الموقع، مثلا موقع السادس طبعا حسب ما ذكرنا سابقا بالبروتينات، فقط حامض أميني واحد تغير حدث هذا المرض اللي راح تتحلل به كريات الدم يعني وتكون مشوهة. أوكي طلاب، نحن كملنا الموضوع إن شاء الله. بالنسبة لكم خلصتوا المنهاج إن شاء الله. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور، بس بخصوص الـ DNA polymerase والـ RNA polymerase، ممكن نقول إن هما بس يشكلون لنا سلاسل من 5 برايم إلى 3 برايم؟ أشلون السؤال؟ يعني عندنا أثناء تضافر أثناء ريبليكيشن DNA polymerase. بالنسبة للـ RNA polymerase أثناء عملية بناء البروتين. أثناء بس عملية يعني اثنيناتهم يعملون لنا سلاسل من 5 برايم إلى 3 برايم، صحيح؟ نعم. تمام دكتور، شكرا. وسؤال آخر دكتور، بخصوص البروتينات، إحنا نعرف إنه الميثيونين هو الستارت كودون، صحيح؟ فيعني كل البروتينات يكون بها ميثيونين بداية؟ نعم. تمام، شكرا دكتور. أهلا وسهلا. طلاب بس راح أطلق رابط الحضور، بالإمكان أن يسجلون، أوكي حضوركم. وإذا أحد عنده سؤال أو استفسار، أهم بالإمكان أن يسأل على جروب التليجرام إذا ما يحضر السؤال حاليا. دكتور راح تنزل رابط الحضور. طلاب إذا ما عندكم شيء راح أغادر، أطلقت رابط الحضور. بالإمكان أن يستجمعكم حضوركم. هذا اعتبرات المحاضرة بالنسبة لكم. كملنا موضوع المواضيع اللي تتعلق بالكيمياء الحياتية. إن شاء الله نشوفكم بالمرحلة الثانية. شكرا يا دكتور، بس وين طلقتوا على الكلاس؟ على الكلاس تمام دكتور.
علاقات مال كيمياء حياتية مال كيمياء. دكتور ما عاد ما يسوال بإمكانك تغادر. السلام عليكم.